جزاكم الله خيرا. تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: حرمني أخي الكبير من إكمال دراستي علما بأنني ما زلت في المرحلة الإعدادية، لأنه كما هو معروف عندنا في قريتنا بأنه لا يجوز للفتاة أن تكمل الدراسة، لأن مصيرها إما إلى المطبخ أو إلى بيت الزوجية. وأنا الآن أشعر بالحزن الشديد لأنهم حرموني من أبسط حقوقي، هل من كلمة توجيهية؟ وهل نكتفي بهذه الدراسة الإعدادية فقط؟ هذا يتبع المصالح والمفاسد. إذا كان إكمال الدراسة لا يترتب عليه مفسدة في حق الفتاة، فإن إكمال الدراسة أمر مطلوب خصوصا في هذا الوقت. فإذا كان إكمال الدراسة ممكن ولا يترتب عليه مفاسد، فلا يحق لأخيك أو أحد أن يمنعك منها. أما إذا كان يترتب عليها مفاسد فهم أدرى بذلك. وعلى كل حال، الدراسة إذا حصل للفتاة أنها تقرأ القرآن، تحسن قراءة القرآن وقرأت أحكام دينها وتستطيع الكتابة والقراءة، هذا خير كبير. ولكن الزيادة على ذلك إذا أمكنت بدون ضرر وبدون فتنة وبدون سلبيات، التعلم مطلوب للفتاة وللفتاة. نعم.